إخراجه بهذه الطريقة. عمرك لا خليتني وحدي. جميلة، مانيش خليك وحدك. ها كيما بابا. تزامن الماحية متجر 845. الأيام هذه راح تعرف مشاركة 21 فيلم من 10 دول صديقة وشقيقة اللي راح تكون معنا في الجزائر. هذه لي جورني هذه سي اون اوكازيون يتلاقاو فيها لي بروفيسيونيل اي لي زاماتور. بون لي بروفيسيونيل سي لي رياليزاتور، كذلك المنتجين، لي كوميديان الى اخره، ويتبادلوا الخبرات بيناتهم، وكذلك يحتكوا مع لي جون تاعنا اللي يحبوا السينما. مهرجان الدولي للفيلم في سطيف، طبعا انا سعيد انه هذا النشاط مستمر، واهم حاجه في المهرجانات ان يكون عندها عمل تراكمي، كل سنه يكون عندها جديد. مهرجان سطيف الدولي للسينما ان شاء الله يكون ناجح في دورته الخامسه. أنا أول مرة نحضر، لكن وكأنه ما عمروش 5 سنين، وكأنه عنده سنين، لأنه متقدم في كل شيء، في الاستقبال، في التحضيرات. إن شاء الله تكون الاختيارات زادة كيف تاع الأفلام ممتازة. بصراحة أنا مبسوط كثير بالنسبة للمهرجان، يعني مفاجأة، مستوى عالمي، ترحيب، استقبال وتنظيم رائع بكل أمانة، وتشرفت أنا بالحضور في المهرجان هذا. شكراً.